أسلوب النداء بيتكون من حاجتين: أداة النداء والمنادى. أداة النداء يعني الكلمة اللي أنا بستخدمها عشان أنادي بيها على حد، والمنادى هو الشخص اللي أنا بنادي عليه. يبقى أداة النداء زائد المنادى تديني أسلوب نداء. طب تعالوا ناخد مثال، زي لما أقول يا محمد، يا محمد. هنا أنا بنادي على شخص اسمه محمد، عشان أنادي عليه استخدمت أداة النداء يا، وبعدين جبت اسمه، عشان أكيد مش هقول يا بس، لازم أنادي على اسم شخص معين أو على اسم شيء، فبقى عندي أسلوب نداء. يبقى أنا أول ما أشوف يا محمد، يا عائشة، يا سلمى، أي حاجة شبه كده بسميها أسلوب نداء. بعد كده عايزين نلاحظ حاجة، ان احنا بعد اسلوب النداء انا مش بكتفي بس بان انا بقول يا محمد واسكت، لا، لازم بحط بعد يا محمد، يا فاطمه، يا علي، لازم احط بعدها جمله تانية عشان توضح انا بنادي عليه ليه. اكيد بنادي عليه عشان اامره انه يعمل حاجه، او عشان انهاه انه يعمل حاجه معينه. يبقى لازم بعد اسلوب النداء بيجي يا اما اسلوب امر يا اما اسلوب نهي. زي لما اقول يا علي اجتهد في دروسك، يا علي اجتهد في دروسك. اجتهد هنا، اجتهد ده اسلوب امر، فانا هنا عندي اسلوب نداء جه ورا منه اسلوب امر. طب نبص كده في مثال اخر، يا ساره لا تنامي متاخرا، يا ساره لا تنامي متاخرا. خدت بالي ان انا عندي هنا اسلوبين، اول اسلوب اللي هو نداء في جمله يا ساره، والجمله الثانيه لا تنامي متاخرا، هنا اسلوب نهي. خدت بالي من حاجة تانية، إن لما بنادي على بنت لازم أحط ياء في آخر الفعل، أقول إيه يا سارة لا تنامي، مش ينفع أقول لها لا تنام، لا تنامي عشان هي بنت. لما أقول مثلا يا عائشة لا تجري بسرعة، يا فاطمة لا مثلا ترفعي صوتك، فترفعي، ما قلتش ترفع بس، لازم في آخر المنادى المؤنث، بعد المنادى المؤنث، أو لو أنا بنادي على اسم بنت أحط ورا منها في الفعل بتاعها ياء. طيب ناخد تدريب، كون أسلوب نداء مما يأتي. هيجيب لي جملة بتعبر عن شيء معين. إحنا المفروض إن إحنا نستخدم الجملة دي إن إحنا نعملها أسلوب نداء، يعني نجيب أسلوب نداء وبعد منه يا إما أسلوب أمر أو نهي زي ما إحنا خدنا من شوية. طب نركز كده في أول مثال، بيقول محمد لا يجتهد في دروسه، محمد لا يجتهد في دروسه. طب إحنا عايزين ننادي عليه ونأمره أو ننهاه إن هو يعمل الشيء اللي هو موجود دلوقتي، فهنقول يا محمد اجتهد في دروسك. يبقى أنا هنا استخدمت أسلوب النداء، وبعد أسلوب النداء استخدمت أسلوب أمر، اجتهد في دروسك. خديجة تقطف الأزهار، هنا واضح إن دي حاجة وحشة، فإحنا هنا هنعمل لها أسلوب نهي. فأنا الأول نقول لها إيه؟ يا خديجة لا تقطفي الأزهار، يا خديجة لا تقطفي الأزهار. طيب رقم ثلاثة، أحمد يكتب بخط غير واضح، أحمد يكتب بخط غير واضح. طب إحنا هنا واضح إن إحنا عايزين إيه؟ نقول له اكتب بخط واضح، فالاول نقول له ايه لازم ننادي عليه، فنقول له يا احمد، او ممكن نقول له اكتب بخط واضح، او نقول له لا تكتب بخط غير واضح. هنا ممكن نستخدم اسلوب امر او اسلوب نهي، هنقول له يا احمد لا تكتب بخط غير واضح، او يا احمد اكتب بخط واضح. سلمى لا تساعد اختها، واضح كأنها بتعمل حاجه وحشه، فهنقول لها ايه؟ يا سلمى ساعدي اختك، يا سلمى اسلوب امر ساعدي اختك. كده احنا نكون خلصنا الدرس بتاعنا اسلوب النداء، اتمنى انكم تكونوا فهمتوه وتكونوا استمتعتوا بيه. شكرا.